مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من مهارات عظيمة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة ووصفات المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضراتكم طيبين. عشان اللي عايز يجهز من قبل يبقى يعني يلحق يشتري الخامات ويقدر إن هو يعملها، هي حاجات بسيطة جدا. هنتكلم عن البدائل وإحنا شغالين. النهاردة هنعمل الوصفات الأساسية اللي أصلا ارتبطت بهذه المناسبة السعيدة، وهي كانت الفول والسمسم والحمص، وهنتكلم عنهم باستفاضة. فاحنا النهاردة هنبدأ في الفولية أو السودانية والحمصية والسمسمية. خلينا نقول المقادير. بصوا، أنا ثبتت المقادير على مقادير معينة، على 2.5 كوباية. هنبدأ أول حاجة بالفول السوداني. عندي الفولية، الفولية عندي 2.5 كوباية من الفول السوداني. هعاير، واللي عايز يضاعف الكمية يضاعف المقادير، يعني بدل ما هم يبقوا 2.5 كوباية هيبقوا 5 كوبايات. طيب، عندي 0.5 كوباية سكر، هضيف 0.5 كوباية من العسل الجلوكوز أو العسل الأبيض، يعني اللي متوفر عند حضراتكم مفيش مشكلة فيه خالص. 0.5 معلقة صغيرة من ملح الليمون للمادة الحافظة أو عصير الليمون، الاثنين مش هيقولوا لأ. طيب، عندي 2 كبار من الزيت، ودول بدهنهم في الصاج أو البايركس أو الحاجة اللي أنا هفرد فيها الفولية أو السمسمية أو الحمصية، وطبعا ورق زبدة. طيب، هنقول بسم الله. طبعا أنا هبدأها مع حضراتكم من الأول. هي إيه؟ أنا هنا عندي الفول السوداني، شايفين بيتجاب من المقلاة أو من المحمصة. بيجيبوه بيبقى كده، في منه بيبقى ني زي ما حضراتكم شايفين كده ومتقشر، او لو جبتوه حتى بقش وعايزين انتوا اللي تحمصوه مفيش مشكله، وهنبدا نشيل القشر من عليه. اهم حاجه ما يتحمصش كتير، لان هو لما هيتحط كمان في الشربات او اللي هينزل في العسل ده هياخد كم سخن، برده هيبدا نوع من انواع التسويه. انا مش عايزاه في الاخر يمرر فيبقى طعمه حلو ان شاء الله، لكن الحبه دول انا محتاجه احمصهم. هفترض ان هم عند حضرتك محمصين ومظبوطين، لازم يندف فيهم قبل ما نحطهم في على العسل عشان ما يقفش. يعني هو كمان لازم ندف فيهم، سواء السمسم او الفول او الحمص. تعالوا بقى نبدا كده في المقادير. انا هعملها مع حضراتكم في العادي كده، وده علشان حاجه واحده، علشان تظبطوا المعيار بتاعكم وتعرفوا هنوصل لأي تسوية هعملها بالطريقة العادية. اللي ما عندوش ترمومتر تعرفوا بالذات في الحمصية والسمسمية والحاجات الناشفة لازم نوصل لحاجة اسمها مش الكرة اللينة بقى، اللي زي الإزاز، اللي هو نعمل كده تتكسر عشان ما تلزقش في السنان. تعالوا نبدأ نقول بسم الله. أنا هاخد كده الأول السكر، وهاخد عليه العسل الجلوكوز. عندي العسل الجلوكوز اهو، بسم الله. اللي عايز يضيف عسل ابيض مفيش مشكله خالص. المحلات بقى اللي بتعمل الحاجه دي الجميله فعلا بشكل حلو بيعملوها بعرق الحلاوه. عارفين عرق الحلاوه اللي هو زي الخشب كده اللي كنا زمان، لو حضراتكم عملتوا سيرش كده على اليوتيوب هتلاقوني عملت الحلاوه الطحينيه بعرق الحلاوه الاصلي. وده يعني كان زمان الحلاوة بتتعمل كده، دلوقتي بقى الحلاوة بتتعمل بالمكونات السهلة اللي هي 3 مكونات. طبعا دي بتبقى نسبة السكر فيها عالية، بيحطوا طحينة وسكر بودرة ولبن بودرة، لا فطبعا هتفرق كتير قوي. تلاقوه كده ايه ان شاء الله مرة نعمل بيه الحلاوة الطحينية ونعرفه لحضراتكم برضو، وتشوفوا هو بيبقى عامل ازاي، شكله والتعامل معاه ازاي. بيتعمل منه كمان حلويات المولد. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده سباتيولا، ممكن تبقى دي، وهنبدأ ندوب العسل والسكر ده مع بعض، ندوب شوية كده. لو جينا بقى نتكلم على بداية حلويات المولد بدأت ازاي، كانت في القاهرة في القرن الرابع الهجري، اللي نقلوها عندنا هم الفاطميين لمصر. هاخد كده شوية مية. ناس كانت بتقول بقى إنه الحاكم بأمر الله كان دايما بيخرج في موكب يوم المولد النبوي مع زوجته، وكانت دايما تلبس فستان أبيض. عشان كده هم اخترعوا فكرة الحلوة العروسة المولد، و
الفارس اللي على الحصان، وكانوا بيوزعوها في المناسبة دي. السمسمية والحمصية، والحمصية والفولية والملبن، دول اللي كانوا إيه؟ الأساس على مر العصور. بعد كده اتطوروا وبدأنا بقى إحنا ندخل إيه؟ أصناف أخرى تدي ألوان مبهجة وسعادة بفواكه زي القراصية والمشمشية والحاجات الحلوة والكاجو والحاجات اللي فيها مكسرات وما إلى ذلك. بصوا كده، نزل بس دول كويس هنا عشان ده من الخليط، ونسخن هنا. وعايزة برضو أبدأ في التنين، يبقى العرق معايا مظبوط عشان نبدأ نشتغل في باقي المكونات. هما حاجة واحدة زي بعض عشان يدوني العرق المظبوط. بسم الله، نزل كده سنة، نسخن. بصوا أنا بقلب كده شوية، هتبدأ تغلي، هنخلي النار كده وسط لحد ما يدوب السكر ده وتبدأ تغلي معانا. هاخد بقى الفول السوداني ده على طب كده، الكوبايتين ونص، هدخلهم الفرن ياخدوا يعني يتحمصوا تحميصة خفيفة كده علشان اقدر استخدمهم. تعالوا كده وناخد معانا ام جوزيف. يا اهلا وسهلا، يا صباح الحلويات يا شوف عظيم. حبيبتي صباح الفل يا ام جوزيف، كل سنه وانت طيبين يا قلبي. يا حبيبتي وانت طيبه بصحه وسعاده يا رب. وتسلم ايديك. انا بص بعش على الحلاوه السمسميه والحمصيه والفوليه والملبن. يا حبيبه قلب، دول اللي انا بحبهم في الحلويات. قلتي اللي هم الثلاثه اللي بعملهم ومعاهم الملبن، صح؟ ايوه طبعا يا حبيبه قلب، الملبن ده اساسي. يا حبيبتي هنعمله ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه عمري. ومعلومات جميله تديها لنا برضو تاني، وكملي فيها برضو عشان نعرف يعني ده اساس كل حاجه دي فيها بتعمليها. حبيبتي ربنا يخليك يا قلبي. تسلمي. وشكرا ليك يا قلب، كل سنه وهم طيبين كلهم، اسره القناه كلها يا رب. تسلمي لي يا ام جوزيف، كلك ذوق والله العظيم، متشكره جدا. طبعا انا عارفه مشاركه اخواتنا المسيحيين كتير بتبقى معانا والله فعلا في المولد النبوي الشريف. بشكركم طبعا، وعايدتكم بتوصل ومحبتكم، شكرا ليكم. كده بصوا بقى تبدأ تغلي كده، وهنهدي كده النار شوية تستوي. أنا بقى هجهز مية ساقعة جنبي علشان أظبط العرق. العرق ده مهم قوي إن أنا أظبطه علشان توصل للمرحلة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها. هي فكرة إنها تبقى تتكسر وتبقى بتكسر معايا زي الإزاز كده. دي مية ساقعة أنا ممكن أستفيد منها. خليني أخد كده في بولة، حط هنا مية ساقعة وهجرب، عشان دي تبقى التجربة اللي احنا هنجرب بيها العرق بتاعنا اللي بناء عليه هننزل الفول او السمسم او ما الى ذلك. طبعا هجهز جنبي كمان قالب او صاج، ده قالب لطيف على حسب طبعا الكمية بتاعت حضراتكم. بصوا كده القالب ده هدهنه بالزيت كويس جدا. هاخد كده فرشة وهاخد زيت ده نباتي. بسم الله، لازم يدهن زيت كويس أو نجهزه. خلاص ينفع كمان صاج لو عاملين كمية كبيرة بارتفاع كده 1 سنتي أو 1.5 سنتي عشان ما تبقاش تخينة على أسنانكم عريضة. وهنعمل كده، وبرضو الفرشة دي حاجة يعني هبل ايدي كمان زيت وانا بضغط بورقة زبدة. هنعمل ده دلوقتي بس لما نيجي نوصل للمرحلة دي. بصوا كده بدأ هنا، نقدر نستخدم العسل الابيض، العسل الجلوكوز كمان بيتباع كتير، يمكن هو موفر شوية عن العسل الابيض في استخداماته، ناس كتير بتستخدمه في الحلويات عشان يدي القوام ويبقى متماسك زي قوام العسل بالظبط، هنتكلم عنه طبعا.
بص عايزه اقول لكم يعني تكوينه او مكوناته سهله. هما تقريبا كوبايتين من السكر، كوبايه ميه بارده، ومعلقه صغيره من الخل، رشه ملح، لحد ما بيبقى شفاف زي ما حضراتكم بتشوفوا قوامه كده. هو ده العسل الجلوكوز اهو، في سعرات حراريه عاليه جدا اهو، شفاف خالص، يبقى عامل كده بالظبط كده، شايفين؟ بنستخدمه بقى في الكيك، في البسبوسه، في بنعمله مثلا في الشربات يدي قوام حلو، معجنات، في صناعه الشعير، في حاجات كتير. الشاي المسلك كمان بيستخدموه فيه. البديل الاساسي ليه هو العسل الطبيعي طبعا، او احنا بنقول ده بديل العسل الابيض الاساسي اساسا، لكن طبعا العسل الطبيعي افيد لانه هو معالج للحروق، مهم جدا كمان للبشره بشكل رهيب. الناس اللي عندها مشاكل والتهابات في بشرتها وحب شباب، العسل ده رائع. بيعالج كمان التهاب الزور والكحه جدا، بيهدي الاعصاب، الانتفاخات. عايزه اقول لكم بصوا بقى بدات ريحه السوداني، خليني بس الاول اقلبه. طبعا كل ده فيه نسبه زيوت، انا ما حطيتش ولا اي حاجه، هو الزيوت اللي موجوده جوه الفول السوداني هتبدا تطلع، هي اللي هتحمصه. استفيد بزيوته الطبيعيه عشان ما يبقاش فيه ماده دهنيه، وانا بسخنه اهو، وهبدا هنا زي ما بوري حضراتكم كده، اشوف القوام لسه. نبدا بقى نشتغل. ممكن انا دهنت هنا اهو القالب اللي هنزل فيه، ونقدر ندهن كمان معانا صاج زي ده مثلا، نحط عليه ورقه زبده. انا عندي واحد جاهز اهو، خليني يبقى ده كمان ندهنه، نخليه جاهز معانا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. على فكره هتعملوها في البيت رائعه. مره تانية نعمل بقى حاجات بعرق الحلاوه، تعرفوا ان ليه استخدامات رائعه، بيتباع عند العطارين الكبار قوي في مصر، الاصلي منه. لازم تتاكدوا انه ده الاصلي بتاع الاكل، ان في عرق حلاوه تاني بيعملوه في التنظيف والمسح، مهم قوي. بصوا بقى هنبدا ايه، مين معانا يا ولاد؟ بصوا كده، بصوا كده، لسه اول ما اوصل للقوام هوري حضراتكم. نبدا بقى نحط هنا كمان العسل نفس المكونات علشان نعمل بيها الوصفه الثانيه اللي خاصه بالسمسمية. نبص برضو على الفول السوداني، لازم كل شويه بصوا ما بي يعني على طول ما الحقه عشان ما يحصلوش حاجه. اول ما ريحته بتطلع اقلب، شايفين ازاي سخونيته دي كمان بينزل في الشربات ده او في العسل ده، يبقى مظبوط جدا اهو، شايفين؟ لازم اقلبه كده طول وانا شغاله. انا الحقيقه بحب اجيبه ني كده ويتحمص، يبقى فريش احسن ما اجيبه محمص، ساعات بيبقى فيه طعم مش حلو، زي بيبقى معرفش متخزن او حاجه، فتحسوه كده فيه زناخه، فتبوظ كل الخامات اللي احنا عملناها وتضايق الواحد. بصوا كده كده، هنقلب بقى، وانا جنبي الميه الساقعه اهي، هبدا اجيبها هنا، هاخد كده نقطه. بصوا النقطه وقفت تحت ازاي، شايفينها؟ تسقع، امسكها كده اهي، بدات تجمد على فكره اهي. بصوا هي كده بدات تنشف، بس باقي لها هسه على الكسر، هسه حاجه بسيطه خلاص عشان تعرفوا القوام المظبوط امتى نحطه، ماشي اهي. بصوا في الميه الساقعه بتبين اكتر حاجه القوام، بصوا بتطلع عامله ازاي اهي،
دي كده طريه، دي كده تلزق في السنان. تمام اهي، تاني تبقى عامله كده، شد لسه لينه، لازم بقى الخيط ده يبقى ناشف شويه عن كده. فانا طبعا هجرب تاني بعد دقيقتين بالظبط عشان احطها تبقى الدنيا تمام ومظبوطه. وهعاير برضو، بص السوداني خلاص اهو دخل على التحميص، الريحه بدات تطلع والدنيا بقت تمام. بصوا شايفين اهو، شايفين؟ خلاص انا ثواني بالظبط وهطلعه، ثواني عشان يبقى مظبوط الوقت مع الايه العسل اللي اتظبط. تعالوا بقى ناخد كده، بصوا بقى نوريكم تاني. بصوا اهي التجربه الثانيه، نبص بصه كده خلاص كده تمام قوي اهو كده خلاص. هوريكم حاضر، تسقع بس عشان اوريكم اهي اهي. تسقع وهوريها لكم وانا بمطها عشان تشوفوها. بقيلها ثانيه، بصوا بدات تمسك ازاي، ما بقتش طريه ازاي، ما بقتش طريه، هتبدا اهي بصوا بشد، بقلها ثانيه كمان وتتكسر. هو ده اللي انا عايزاه، ان انا ارفع الخيط اعمله كده يتكسر زي الازاز كده، انا خدت القوام المظبوط عشان لما اقطمها تطلع مظبوطه معايا. دلوقتي بقى احنا هنطلع السوداني اوريه لحضراتكم، واسيبه على الصاج يفضل دافي محتفظ بالدفء علشان اضيفه على طول، مش هضيفه لما حضراتكم ترجعوا ان شاء الله. وعلى سخونيه الصاج هيفضل يتحمص معانا. بصوا كده اهو شايفينه ازاي، يبقى رائع. ما غمقوش عن كده عشان هو كمان هيغمق على السخونيه شويه كمان في سخونيه الصاج اللي انا سايباه فيه عشان يفضل محتفظ بالدفء. ودلوقتي بقى هستسمح حضراتكم نطلع استراحه بسيطه، نرجع نقفل الفوليه ونبدا في وصفه جديده من وصفات المولد النبوي الشريف، مستنيه حضراتكم بعد الاستراحه. رجعنا لحضراتكم، بصوا بقى اهي شايفين، بصوا اهي كسرتها بقت زي الازازه اهي. هو دي بقى المرحله اللي انا عايزاها عشان حضراتكم لما تقطموها ما تمسكش في السنان. هاخد بقى بسرعه، انا رفعتها من على النار عشان خفت تزداد تسويه، وده دافي. انشف ايدي معلش عشان كان مكان الميه اللي انا حطيتها فيها. تعالوا بقى نسمي الله، بسرعه جدا نشتغل بسرعه رهيبه لان الموضوع ده الحاجه دي بتمسك بسرعه جدا. خلاص ودول هربانين هناخدهم لان دول مع المعيار اهم. هنقلب كده بسرعه اهي، وهننزل هنا. تعالوا بقى على الصاج المدهون، بسم الله يلا بينا. بسرعة بسرعة بسرعة. دي بقى هاخد نقطة زيت كده عشان اعمل كده، شايفين ازاي؟ معيار مظبوط، السماكة زي ما انتوا شايفين. بصوا بتمسك على طول ازاي، عشان لما تيجوا تقطعوها تبقى يعني مظبوطه مع حضراتكم وهي لينه كده. وبعدين لازم نديها تقطيعه بسيطه، عارفين ليه؟ عشان لو سبتها كده هتتقطع مش هتبقى حتت. فاستنى بس تشد، شايفين ازاي اهي.
كده. اهو بصوا بقى، ممكن طبعا وانت مستنيه ايه؟ روح قلبي. يلا بصوا كده، عايزه اقول لكم الفول السوداني ده رائع للناس اللي عايزه بقى تزيد يعني اولا تحافظ على قلبها، ثانيا ما تحافظش على اذنها بتتخن، اللي عايزين يتخنوا النحات. هو رائع، بيمنع حصوات المراره. الفول السوداني ده ممتاز، قوي جدا لعندهم يعني اقصد ايه انيميا. طيب ايه كمان؟ بيحمي من السرطان، الله اكبر، يعني لا قدر الله، المعده. فيه فسفور مهم جدا للعظم وللاسنان والاعصاب كمان. بصوا معلش انا بحب اعملها كده واخدها بالطول، انا عامله يعني قطع عريضه ودي هعملها كده مش عريضه قوي. خلاص وهنبدا برضو نفصلهم عن بعض، لازم اعمل كده قبل ما تنشف عشان مش هعرف افصلها. تمام اهي كده، وهتبقى فيه سهوله ان حضراتكم تطلعوها بكل سهوله، مفيش اي مشكله. هنرجع تاني بالسباتيولا اهي كده، شايفين؟ بس لحد ما تتماسك عشان تفصلوا كل قطعه عن الثانيه شويه فتعرفوا ايه تطلعوها ان شاء الله. كل ده في مرحلة اللي هي فيها دي اهي. تحت طبعا دهنين زيت فالدنيا هتبقى تمام جدا، شايفين ازاي؟ وصحة وهنا على قلب حضراتكم، احلى فولية. ولو حطيتوا بقى مكان كوباية نص كوباية العسل الجلوكوز دي عسل ابيض هتدعولي. عايزه اقول لكم بقى حاجه، انا ليه وريت حضراتكم القوام؟ علشان في اصدقاء لينا ممكن اول مره يحبوا يجربوا، بس اعرفوا حاجه، انا ليه قلت لكم ممكن تستبدلوا نص كوبايه بالعسل الجلوكوز بالعسل الابيض؟ العسل الابيض بيدي قوام يعني بسرعه، بيدي العرق ده، هو سبحان الله لان هو تقيل وهو بيدي العرق ده. حتى لو انتوا عملتوا الخامه كلها عسل ابيض هتلاقوا الفوليه تيجي تقطمها ما بتتقطمش، ناشفه قوي. فهو بيقدر نطعم بيه للناس اللي اول مره يعملوا الحلاوه، على اعتبار ان هي تبقى تظبط معاهم القوام على طول. وانا وريت حضراتكم البوله فيها ميه بتلج عشان هي ما بتخدعش، اول ما بننزلها هتلاقوها رقدت تحت وفضلت فوق بعضها كده ثابته، اذا هي ليها قوام اهي. نبدا بقى نمسك القوام ده بعد ما ونشوفه لحد ما توصل للازاز اللي احنا اتفقنا عليه، هي دي الطريقه المظبوطه. بصوا هي سخنه مولعه، بس انا كان لازم اقطعها وهي كده عشان حضراتكم تشوفوها. ادي الفوليه، وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم حبيبه قلبي مدام ثريا. كل سنه وانتم طيبين يا حبيبتي، بس مولد النبي يا نور عينيا. اولا اقول لك كل سنه وانت طيبه عشان عيد ميلادك، انت وام جوزيف كل سنه وانتم طيبين. 24/9 عيد ميلادكم، كل سنه وانتم بصحه وعافيه يا رب العالمين. وانت طيبه حبيبتي، وانت طيبه يا عظيمه، تسلم ايديك على الحاجات الجميله اللي بتمتعينا بيها. ربنا يخليكي وتسلم ايدك يا روحي. اشكرك ازاي؟ على ايه بس يا مدام ثريا؟ ميرسي لحضرتك بجد، وميرسي ان انا سمعت صوتك النهارده، وميرسي على التورته اللي انت عملتيها واهديتيها لي في عيد ميلادي، شكرا جزيلا. حبيبة عمري. حبيبتي انت تستاهلي كل خير حبيبتي، ربنا يخليكي ليا، تسلمي لي يا روح قلبي. وكل سنه كلنا طيبين حبيبتي. امين امين يا رب العالمين، وانتم في صحه وسعاده دايما. شكرا ليكم ولمحبتكم، ما تحرمش منك يا روح قلبي. مدام ثريا بتكلمنا من استراليا ومكالمتها عزيزه وغاليه عليا جدا الحقيقه. أم إسلام أنا بشكرك على الفيديو الرائع اللي أنت منزلهولي، بجد أنا يعني شفت الأغنية كاملة وشفت كمية صور ليا قديمة وجديدة، بجد أنا لو كان يعني حد قريب مني بيعملها ما كانش هيعملها بجد بكم الصور الرهيب ده. بشكرك جدا جدا وألف سلامة عليكي وميرسي، لأنه بجد أسعدني. امبارح شفته مرتين ورا بعض من كتر ما هو حلو، تسلمولي. هنبدأ بقى في المرحلة الثانية وهي نتكلم عن السمسمية. يلا بينا السمسميه، انا هعمل نفس المقادير وحضراتكم ليكم حريه الاختيار ما بين العسل الجلوكوز والعسل الابيض. خلاص هي كلها نص كوبايه السمسميه، كوبايتين ونص من السمسم. السمسم هجيبه محمص،
خلاص بس هسخنه برضو. طيب عندي نص كوباية سكر ونص كوباية عسل جلوكوز أو عسل أبيض، نص معلقة من عصير الليمون أو ملح الليمون، 2 معلقة زيت بنفردهم في الصاج أو البايركس، ورق زبدة لو أنتوا حضراتكم حابين تحطوا ورق زبدة وعليه الزيت، يعني ده اختياري على حسب زي ما أنا عاملة كده في الصاج. الملح الليمون أنا حطيته في الفاصل اللي فات، المرة دي هنحطه سوا مع بعض هنا. تعالوا بقى نسمي الله وناخد الإيه المكونات. آدي وطبعا بحط معاهم عشان حضراتكم تبقوا عارفين تقريبا ربع كوباية من المية، يعني أنا هعايرها برضو مع حضراتكم علشان ايه تبقوا عارفين. حطيت ربع كوباية مية، بسم الله، وحطيتها كده علشان ايه ما تبقاش القوام تقيل بسرعة، لأنه ممكن لو حد لسه هيقف يعمل يقفش معاه بسرعة، يعني هتهدي شوية إن القوام ياخد وقته على النار. هناخد كده بعيدا هنا، خليني احط المية الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. هننزل السكر، نص كوباية السكر، نص كوباية العسل الجلوكوز. هفترض قفش من حضراتكم ولقيتوه كده، طبعا تحطوا في المعلقة إما زيت، أو لو قفشت جوه البولة اللي انتوا حاطينها زي حالتنا عشان التكييف هنا عالي جدا، احنا اضطرينا نحطها تحت حمام مية سخنة بخار كده عشان يفك شوية العسل الجلوكوز وإيه ويبقى تمام. على الرغم ان قلت لهم ادهنوا البولات زيت، بس ايه ماشي عشان لما اجي احط تنزل الكميه كلها، لان كل ده من المعيار، كل ده من المعيار، وانا اكدت على ده يا شيمو. لا لا تتاكدي انت، انت تتاكدي. انا عارفه، بس لا هو لازم كان يحط برضو في البوله زيت، الزيت ده بيخلي كل المعيار ينزل. بصوا انا طبعا بحاول كده بايدي ايه كده، تمام. وننزل بقى هنا، وانا هاخد كده بالسباتيولا هدوب دول ايه معاهم اهو، بس كده تمام جدا. يلا هندوب بقى الكميه دي، حط هنا ويلا ندوب بقى مع بعض. هاخد السمسم ده على الصاج نفسه اللي احنا دخلنا عليه الفول السوداني، بسم الله الرحمن الرحيم، يا دوب يدفى. انا يعني ايه مش عايزاه يتحمص قوي، انا هخليه هنا لحد ما يبدا يقرب من القوام شويه. اول ما يبدا يقرب من القوام هدخله ياخد الخمس دقايق او الدقيقتين علشان يسخن، بس عشان لما احطه زي ما شفتوا حضراتكم ما يقفش كده. احنا قدمنا الفوليه وطلعوها بقى بكل سهوله، اول ما تبدا تمسك كده هتلاقوها سهله على حضراتكم تطلعوها، طالما انتوا فصلتوها اصلا وعملتوا الخطوط دي الدنيا بتبقى جميله. هاخد رشه ملح الليمون هحطها في الاول اهي، مندوب، وادي بوله الميه اللي بتلج عشان اجرب فيها القوام زي ما حضراتكم عارفين. وكده احنا هنبدا في الثلاث وصفات السبتين او البساط او اللي يعني نص الشعب المصري غالبا بيحبهم جدا، السمسميه والحمصيه والفوليه. اتكلمنا عن لو احنا جايبين الفول السوداني ني، او لو عايزين نحمصه في البيت، او لو حتى هو بقش، اهم حاجه نحمص في الفرن على الحراره المتوسطه، ده هيفرق كتير جدا. هشغل برضو هنا الشربات او كمان على يشتغل معايا عشان نبقى خلصنا كله في نفس التوقيت. وهاخد هنا برضو دي قشره من الفول، تعالوا بقى من الفول السوداني، تعالوا بقى نعمل ايه، ناخد كمان العسل الجلوكوز نفس المقادير هننزلها بتاعه الحمصيه، هنشتغل بس هنا ونسيب العسل كمان هنا. خليني انا ادهن على دي زيت احسن كده، وانزلها هنا كده. بصوا بقى بالزيت هنا هتبقى اسرع اهي في المعلقه وتمام. شايفين ازاي؟ هنزل برضو بالسباتيولا خلاص، وهنضيف برضو الميه، وانا هحطها سخنه، بسم الله، تقريبا تلت كوبايه او نص، يعني
اقل من النص. وهاخد سباتشولا هنا، ممكن تبقى دي كمان. نقلب بقى هنا الخليط ده لوحده والخليط ده لوحده لحد ما يوصلوا مع بعض عشان نكمل الوصفات بتاعتنا. كده احنا بدأناها اهو من الالف للياء. السمسم كمان ليه فوائد كتير، وعايز اقول لكم نسبة الكالسيوم فيه عالية جدا، وفيه ليه فوائد كتيرة جدا. وبرضو الناس اللي هي عايزة تتخن بيعملوا من، احنا بنعمل منه الطحينة وبنعمل منه الحلاوة الطحينية، بنعمل منه حاجات كتير قوي، مش بس مخبوزات حادقة، كمان الحلو. معانا مدام سهير، يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير على عيونك مدام سهير. كل سنه وانت طيبه حبيبه قلبي، وحضرتك بالصحه والسلامه يا رب. تسلم ايديكي، بصراحه جميله قوي حاجاتك. تسلمي يا حبيبه قلبي، شكرا لحضرتك. هنعمل الملبل النهارده؟ هنعمل الملبل، لا مش النهارده بس، هيبقى الملبل معانا ان شاء الله الحد والاثنين، حلقتين فيهم القشطه والملبن واللذيذه بالكراميل واللذيذه الحمام بتاعنا ان شاء الله. حضرتك تابعينا بس. احنا نحب الحاجات البسيطه الجميله دي الخفيفه في البيت. يا حبيبتي ان شاء الله هتعجبك، لاني عامله من الملبن ده عجينه واحده هيطلع منه الملبن الحبل، وهنعمل منه ملبن محشي تاني على طريقه الشوام، حلوه كمان جميله هتعجب حضرتك قوي. انا لو عايزه اجيب سكر الجلوكوز دوت اجيبه منين؟ في واحد مشهور قوي بتاع كنافه وقطايف بنجيب منه كل رمضان. هتلاقي طيب. عنده، وهتلاقي في السوبر ماركت، وهتلاقي يعني في درب البرابره، هتلاقي في كل حته انت عاوزاها. خلاص تسلم ايديك. تسلمي لي حبيبتي مدام سهير. انا وانت طيبه. وحضرتك بالف صحه وسلامه يا رب، في حفظ الله. هنعمل كل حاجه انتوا عايزينها، حتى الدوميه هنعملها. هنعمل حلقه ملبن بس كل الحاجات اللي حضراتكم بتحبوها. هقلل بس النار هنا علشان هتبقى الحلقه ان شاء الله الاثنين، يوم الاثنين الجاي باذن الله مدام سهير بفضل الله. كده بقى انا هنا بزودت، ونبدا بقى ايه نوصل للقوام الحلو بتاعنا. وهبدا بقى ايه ادخل السمسم. يلا بينا يلا. ده بقى السمسم ده مهم قوي لانه بيقلل ضغط الدم، مرضى الضغط مهم، نسبه عاليه من الكالسيوم، بيقوي المفاصل والعظام لانه بيسموه مخزن الكالسيوم، بيهدي الاعصاب جدا، وبيحارب الالزهايمر، بيحمي كمان المراه الحامل من الامساك، وبيعزز صحه الجنين جدا على فكره. عايزه اقول لكم السمسم يعني ليه فوائد كتير، بالذات بقى كمان النحاف اللي عايزين ايه يتخنوا ياكلوا بقى زيت السمسم ده. عايزه اقول لكم رائع للشعر، يعني لو اتخلط مع مجموعه زيوت حلوه زي مثلا الزيتون، جوز الهند، الجوجوبا، مثلا الارجان، بيبقى رائع. بصوا بقى هنبدا بقى نشوف القوام مع بعض كده واحنا شغالين. انا عليت النار هنا وهنا تمام شغال كمان، وبرده هاخد كده ساق تاني اهو احط فيه الحمص عشان ادخله هو كمان يسخن، عشان نبقى ايه. الحمص ده انا جبته من المقله، بيتباع اكياس كده متفصص كده زي ما انتم شايفين، بيبقى ني برده وبيتاكل حلو، طعمه حلو كل حاجه، بس ايه بس زي ما حضراتكم شايفين. بصوا بقى بدأت ريحة السمسم تطلع أول ما بيسخن، الزيوت اللي فيه تتعزز كده وتطلع، بيبقى ليه طعم تاني. تاكلوا بقى السمسمية أو الحمصية أو الفولية وانتوا بتتمزجوا، لأن طعم التحميصة بتاعت المكسرات دي ليها كده سبحان الله طعم مميز. بقلب بقى هنا تقليبة حلوة، وهاخد كده الحمص أضيفه معاه حطه في الرف اللي هنا. خلينا نرفع ده الأول ونحط الاتنين سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود كده شويه يطفوا بقى عشان ما يبقاش عندي قلق ان مهديه الفرن على 180 علشان ما يتلسعش مني. طيب تعالوا بقى نجرب هنا القوام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده لسه معانا مدام زينب، يا اهلا وسهلا.
حضرتك يا شيخ. اهلا وسهلا بيك يا حبيبه قلبي، بحبك قوي. ربنا يسعدك يا روح قلبي، احبك الذي احببتني فيه يا رب العالمين. عايزه لو عايزه طريقه عمل صوابع زينب. طريقه عمل ايه؟ صوابع زينب. صوابع زينب، حاضر، من عينيا انزلها لك. حاضر عينيا يا زينب، نورتيني وشرفتيني. اهم حاجه تبعتي لنا طبق يا 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 زوزو. طبعا. ماشي يا حبيبه قلبي. بصوا كده، لسه دي الكره اللينه، حتى قبل مرحله الكره اللينه لسه، برضو لسه ما وصلش للقوام اللي احنا عايزينه هنا. طيب ايوه، نزود كده. وبصوا كميات بسيطه جميله، هننوع من كل حاجه، يبقى عندنا من كل حاجه بالظبط كاننا جبنا حلاوه المولد علبه في البيت. الملبن بقى هيبقى عبقري، لانه الملبن ده فيه مش كل الناس، يعني ايه الفكره فيه؟ ان احنا نلضم العين الجمل تبقى كامله ونظبطه ظبطه حلوه. الاهم كمان في التغليف بتاعه، في ناس تحب نسبه الملبن ما تبقاش كتير قوي على العين الجمل، وفي ناس تحبه مظبوط يعني يبقى طبقتين او ثلاثه، وفي ناس تحبه خفيف. فعلى حسب ما حضراتكم بتحبوا هتقدروا تتحكموا بقى فيه وهتظبطوه. وهوريكم طريقه لتعليقه بسيطه على اي ستاند عندنا بتاع شوك ومعالق في البيت، يعني هنعمله ايه وهتبقوا بعد كده محترفين فيه. انا بقى ممكن عقبال ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، وانا شغاله هنا اهو في الناحيتين وبحمص معايا الحمص والسمسم، هستسمح حضراتكم نطلع استراحه، نرجع نكون وصلنا للقوام نشتغل على طول ان شاء الله في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه. طبعا اضطريت احط السمسم، سبقتكم. زي ما عملنا بالظبط بعد ما عملت التيست بتاعه، وبرده هعمل بنفس الطريقه. انا حاسه ان السباتولا دي مريحاني اكتر، فخليني معلش استخدم دي كده اهو كده. شايفين الارتفاع؟ ما بعليش، وبمسح كده اساوي كويس كده واساوي. يعني سووها بقى، اعملوها انتوا ايه كانكم بتساووا الحاجه كده بشكل حلو. دهنت زيت زي ما اتفقنا، عشان تبقوا شايفين كمان الكميه دي مطلعه قد ايه كده اهو. شايفين عشان تبقوا شايفين كده صح اهو. نعمل ايه بقى؟ يلا بينا. نقسم بالسكينه زي ما اتفقنا. خليني اطلع الحمص. الله على الروايه. عايزه اقول لكم الريحه اول ما بتطلع تعرفوا انه تمام. بصوا يفضل فاتح. تعالوا ناخد مدام فاطمه حبيبتنا. اهلا وسهلا. الو السلام عليكم مدام فاطمه. السلام عليكم، ازيك يا مدام عظيمه؟ عامله ايه حبيبتك؟ الحمد لله يا فندم. ازاي حضرتك؟ ثانيه ازي حضرتك يا حبيبتي؟ الله يسعد حالك يا فندم، تسلمي. انا عارفاك من زمان وعارفه والدتك الله يرحمها. الله يخليكي، شكرا ليكي. يكرمك يا حبيبتي. الله يخليكي، اموريني جميله يا رب يبارك في عمرك. وحلوه. وانا عندي حفيد عايز اسلم عليك. اديهاني. خد يا مازن، تعالى كلم حبيبي. الو مازن. الو ايوه. الو ايوه حبيبي انا سامعاك. ايوه. وطي التلفزيون شويه عايزه اسمعك. عامله ايه؟ انا كويسه يا روح قلبي، انت عامل ايه؟ كويس الحمد لله. داخل المدرسه خلاص؟ انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي، ربنا يخليك ويخلي تيتا. يا رب. حبيب قلبي تسلم لي يا حبيبي، نورتني يا مازن، ربنا يسعدك يا حبيبي ويخلي لك تيتا وبابا وماما يا رب. شكرا لحضرتك، نورتيني وشرفتيني يا حبيبه قلبي. بصوا كده اهي، عملنا ال انتوا فين؟ تعالوا. هشيل بس دي اهي، قطعناها كده عشان حضراتكم تبقوا شايفين. تسلموني يا رب. وبرضو ايه ظبطنا قلنا الفروق عشان نعرف نطلعها بعد كده. معانا عمار، اهلا وسهلا يا عمار، حاول تكلمنا تاني. ايه الاسم الجميل ده؟
بصوا كده، ادي السمسميه عملناها اهي. تسلم ايديكوا حبايبي، ونسوي بس الحروف كده عشان تبقى مظبوطه وحلوه وتطلع مع حضراتكم زي ما انتم عايزين. تقدروا بقى تغلفوها كمان في السوليفان ده لو حابين تعملوها بقى تبقى جميله. انا هحط برضو دي هنا. ورجع لنا عمار مره ثانيه. يا اهلا وسهلا يا عمار. ايه يا عمار، احنا مش مكتوب لنا النهارده نسمع صوتك ولا ايه؟ ها، حاول تكلمنا مره ثانيه. خدت بقى هنا برضو ده خلاص. هننزل مقادير الحمصية مرة تانية عشان أصدقائنا اللي سألوا، هننزلهم المقادير. حاضر، وألف سلامة على حضرتك، قالوا لي إن حضرتك طلبتي في الكنترول الوصفة. طيب هننزل المقادير، على فكرة هي نفس المقادير اللي أنا اشتغلت بيها الفولية والسمسمية على الشاشة. كوبايتين ونص بالكوب المعياري ده اللي أنا عيرت بيه، أو بأي كوباية المج الشاي، المهم تبقى نفس الكوباية. عندي نص كوباية من السكر، وعندي نص كوبايه من عسل الجلوكوز او العسل الابيض على حسب الرغبه، وطبعا ربع معلقه ونص معلقه من ملح الليمون، وثلاث معالق زيت بمسح بيهم دايما الصاج او البايركس اللي هحط فيه، وبعد كده او ورق زبده زي ما حضرتك تحبي. بصوا بقى هنا، انا بقى هجرب المره دي في الصاج الجميل ده. بصوا الصاج ده سخن ازاي اهو، حمص سخن جدا. هبدا بقى هنا اخد الايه، نجرب اخر حاجه المرحله عشان نبقى جربنا مع حضراتكم لو لسه حد منضم للحلقه عرفنا الايه القوام المظبوط. اهلا وسهلا. الو يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمار، اتفضل. اخيرا رجعت لكم مره ثانيه. يا فندم الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازاي حضرتك؟ والله يا فندم كنت حابب اعرف بس طريقه عمل البسبوسه، بس اللي هي ايه اللي هي زي اللي بتتعمل في المحلات بالظبط. هديك طريقتي، وانا واخدها من مصنع وناس محترمه جدا على فكره. تمام. انا تعبت جدا على ما وصلت لكم يا فندم، ده شرف لينا واسفين على تعبك والله. لا يا رب. طب بالنسبه للكريب فراخ، ايوه عايز اعرف طريقته بالظبط. هنزل لك طريقه الكريب. حاضر من عيني. بس يا ريت صوره بطريقه مبسطه يعني. حاضر من عينيا. هو سهل وبسيط، بس خلي بال حضرتك لو عايزه زي بره، هي الفرق بس في الجريل والفرد بتاعه، لكن المكونات واحده. بس انا هنزل لك المكونات. حاضر، شكرا ليك يا استاذ عمار نورتنا. بصوا بقى اهي اخر حاجه عشان نبقى مع بعض، ده القوام اهو اللي هو زي الازاز، باقي له هسه كمان شايفين لسه، خليني اجمدها شويه عشان هي ما لحقتش. اهي تطلع اهي، بصوا لازم تتقطم، تسمعوا صوت التكه. خلاص انا برفعها بس عشان ما بحبش انها تستوي زياده فيتغير اللون فيبقى لونها ذهبي، انا مش عايزه كده، عايزه يفضل لونها زي ما هي. هنبدا بقى معيرناش الحمص، هنعاير الحمص مع حضراتكم اهو عشان تبقوا عارفين المعيار كمان. خدت كوبايتين ونص من الحمص. وادي نص، ماشي، بس بحب اتاكد. تمام، تعالوا بقى ننزل. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الحمص، هنقلب وهننزل، نقلب بسرعه، ولازم يبقى الصاج جنبي كده عشان هو بيمسك بسرعه. تعالوا بقى نقول الفوائد بتاعه الحمص الاصفر دي لا يعلى عليها. عايزه اقول لكم مليان باحماض امينيه، بتحسن من المزاج جدا وبتقلل من التوتر. في اوميجا 3، تخيلوا ان الحمص ده فيه اوميجا 3. عايزه اقول لكم حلو جدا، بيبقى للشعر والضوافر، في كالسيوم، في فسفور، بيمنع هشاشه العظام. زمان كانوا بيجيبوه لنا على طول من المقلى ونقعد نتسلى فيه، ولو كان حد عنده اسهال يجيبوا له شويه حمص ياكلهم. بصوا كده مليء بقى بحمض الفوليك، لانه مهم للمراه الحامل يعني وللجنين. في بقى كل الحاجات الحلوه، فوسفات، في زنك، تخيلوا ده في زنك كمان، وفي اوميجا 3. يعني ايه، هنفرد بس كده هنا،
عشان انا عايزه اعملها بارتفاع معين. كده اظبطها. معلش هي سخنه طبعا بس انا لازم اتعامل معاها بسرعه جدا. اهو شايفين كده، ودي برضو في الصاج، واقدر اعمل كذا واحده جنب بعض، يعني احط في الصاج ده مثلا الفوليه جنب الحمصيه واقطع كله في صاج واحد، مفيش مشكله برضو كده ينفع وكده ينفع. ودي اللي فيها ورقه الزبده المدهون، ولازم ابعدها كده عن الحرف عشان لما اجي اقطع تاني ما تبقاش ايه اهو يبقى فيها تخانه. شايفين ازاي مساوي؟ ده عندي بس الحته الفاضيه اللي هناك دي. شايفين؟ عايزين ننزل بعد اذنكم يا بنات البسبوسه. البسبوسه بتاعتي وانا هقول حالا استاذ عمار هتعملها ان شاء الله هتطلع معاك مظبوطه جدا، ويا ريت تكلمني وتقولي عملتها وطلعت ايه. دي بسبوسه في حد من احد المصانع المحترمين اداني طريقتها، وبصراحه انا من ساعتها ما بعملش غير الطريقه دي رغم اني جربت انواع كتير. اخد بقى كده السكينه ممكن دي انشف شويه، وخليني ايه اجرب كده. هنا خليني، هي دي كبيرة، خليني اخد السكينة الصغنون هشوفها فين حالا. انت اخدت السكينة الصغيرة يا محمد؟ لو معاك الدهاني نزل مقادير البسبوسة. ايوه حبايبي ماشي يا نور عينيا. زيت على مهلكم ده، ونقول الكريب برضو حاضر. أهو. تمام اهو انا بس بفصل، لازم افصل علشان لما اجي اشيل وارفع من الصاج ما يبقاش عندي مشاكل. وهنا كمان نفس الفكره اللي بقولها لحضراتكم تتشال بكل سهوله اهي. عملت كده بالفعل يا فندم، احنا متشكرين يا فندم جدا والله. مش عارفه من غيرك هنعمل ايه فعلا فعلا من غيرك مش عارفه هنعمل ايه. هنشيل دي بقى وهدوق انا دول. ما شاء الله ما شاء الله روعة، يعني حمص نظيف، حاجة بيتي حمصناها بنفسنا عملناها سهلة وجميلة، حاجة عمال ايديكو. بصوا بقى الطعم مش قادرة اقول، انا مش هتكلم، هما بقى الناس يدوقوا واللي عايز يسأل ويجرب براحته. ناخد جهاد. اهلا وسهلا جهاد. على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامعاكي يا جهاد. معايا الشيف عظيمه. ايوه يا روح قلبي اتفضلي. سامعاكي حبيبتي. ايوه اخبارك ايه يا سمير؟ انا كويسه حبيبه عمري الحمد لله بخير. انا بحبك جدا ومتابعاك على طول على قناه الاهلي ومحب النادي الاهلي جدا. يا حبيبتي احبك الذي احببتني فيه، شرف ليا متابعتك يا حبيبه عمري. ممكن بعد اذنك تيجي تعمل مكرونه بشاميل؟ من عينيا حاضر هنزلها لك من عيني. عاجبني المج جدا اللي عليها عليها صوص النادي الاهلي. اللي عليها حاضر، اللي عليها صوص الموتزاريلا حاضر من عينيا. من عينيا. بقول لك عاجبني المج وعليها صوص النادي الاهلي. مش سامعه؟ قولوا لي يا ولاد عشان انتوا سامعين. اللي عليه نادي الاهلي يا حبيبه عمري تسلميني ابعت لك واحد والله.
ايوه لا انا احبه جدا، وعيد ميلادي 13، اتمنى يجي لي واحد زيه. من عينيا. بس كده خلاص، انت سيبي بس رقمك في الكنترول، وكل سنه وانتي طيبه مقدما يا حبيبتي يا جهاد. حاضر، بس كده. طيب يلا بينا. احنا نزلنا يا اولاد البسبوسه ولا لسه؟ ها نزلنا البسبوسه ولا لسه حبايب قلبي؟ طب يلا يلا يا امامير، وعايزين ننزل يلا، والكريب كمان معانا البسبوسه. نص كيلو من السميد، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه وربع سكر، شربات البسبوسه كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع ميه، عصره ليمون. شربات البسبوسه بنحطه على النار في الوقت اول ما نبدا ندخل البسبوسه الفرن، لان لازم هو يكون سخن وهي سخنه. بخلط المكونات السائله الاول يا استاذ عمار، السمن واللبن والسكر، بدوبهم مع بعض، وبعدين بنزلهم على السميد وبلم بايدي، ما بعجنش كتير عشان ما تنشطش ماده الجلوتين اللي جوه السميد فتنشف، تنشف معاك لما تدخل الفرن. وبندهن الصينيه دي بالسمنه وننزلها، ننزل فيها الايه الخليط، نصبه صب ونمسك الخليط ده، الصينيه ننزلها كده على الكاونتر او الترابيزه تنزل هي لوحدها خلاص، ونمسح بس بالوش كده بايدينا، حاجه بسيطه قوي. حط بقى كام لوزه مش عايز، عايزها ساده، دخلها الفرن يكون سخن من قبل بربع ساعه تلت ساعه، حراره 180 على الشبكه في النص، تاخد التسويه من الجناب، تبدا تشغل الشوايه من فوق تاخد اللون. اول ما تطلع تكون الشربات من بعد الغليان 10 دقائق، تطفي عليه وتسيبه على النار زي ما هو كده، يتحط عليها اول ما تطلع وتتغطى لازم على الاقل نص ساعه. ان شاء الله هتعجبك البسبوسه، وهستنى رد حضرتك. هننزل الكريب معانا مين دلوقتي؟ قولولي. والله طيب، احنا بقى وعد ان شاء الله باذن الله، يعني هننزل حاضر المقادير اللي طلبت مننا، معلش عشان وقتنا طبعا، وفي دلوقتي استعدادا للفقره الطبيه. فشكل الحاجات اللي احنا عملناها اهي، عملنا الفوليه وعملنا الحمصيه وعملنا السمسميه، واتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم باذن الله وتجربوها وتبقى جميله. حمصوا الفول السوداني قد ما انتم عايزين، فاتح وسط غامق زي ما تحبوا، دي حاجه ترجع لحضراتكم. واسمحوا لنا بقى دلوقتي نطلع للفقره الطبيه، نستعد لها ومعانا الفقره الطبيه بعد الاستراحه، مستنيه حضراتكم.